مشاهدي على قناة ديسكو أمين تي في، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. لقائي بكم الليلة هو ما من وسائل الإعلام عبر العالم، منها المحلية في المغرب باسم جريدة ومجلة النهضة الدولية في مديرها السيد الحاج عبد الإله نجيم السباعي، حيث أقدم لكم هذا النداء كممثل ومراسل للنهضة الدولية عن جهة مراكش تنسيفة الحوز بمناسبة هذا الحدث لفيروس كورونا، أن يلتزم جميع المغاربة بالقرارات الصادرة والسارية المفعول من طنجة إلى القويرة لسلامة الجميع، وأن يأخذ الجميع الحيطة والحذر لاجتنابهم الخروج من المنازل كي لا ينتقل هذا الوباء ويتسع انتشاره. حفظكم وحفظنا الله من خطر الفيروس القاتل، وكذا إخواننا في ديار المهجر، وحفظنا الله في ملكنا الهمام راعي هذا الشعب العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله.